رحلة إلى الابتكار Trip to Innovation هي مبادرة شبابية غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب. اليوم رح نحكي عن هالمبادرة أكثر مع بلال رسلان مؤسس المبادرة. أهلا وسهلا فيك. أيضا سوزان طوال إحدى المشتركات في المبادرة، وخالد شرف متحدث ومدرب في المبادرة. بلال، يمكن يعني من الاسم رحلة إلى الابتكار قدرنا نعرف أنه هي بتشجع على التفكير الإبداعي لدى الشباب. شو رأيك نبدأ بسؤال أنه شو بيميزكم عن المبادرات الأخرى اللي مؤخرا عم نسمع عنها كتير، اللي بتحاول تعطي شباب حافز وتفكير إبداعي؟ شكرا دانا. أول شيء، بداية، رحلة الابتكار هي مبادرة غير ربحية هدفها تنمية ثقافة الابتكار والريادة المجتمعية بين الشباب في الأردن. اللي بميزنا عن المبادرات اللي موجودة هلأ بالأردن، لما انت تيجي تسمعي مثلا عن ورشه عمل مدتها 12 ساعه، كثير صعب انه تضلك ماخذه اهتمام الحضور لمده 12 ساعه، خصوصا انه مدتها 12 ساعه. 12 ساعه من بنعملها كل شهرين، من الساعه 9 الصبح لل 9 المساء. ف 12 ساعه اذا كانت الورشه على شكل محاضره، كثير صعب يضلوا الناس مركزين. احنا من اسمنا رحله للابتكار بندمج بين ال 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 المعلومه والثقافه والترفيه الهادف. يعني احنا بنحط المحاضرات تبعونا والتدريب تبعنا ضمن قالب ترفيهي هادف، مشان يقدر المستقبل او الحضور انهم يكونوا قادرين يستوعبوا الإشي اللي بينحكى ببيئة جيدة. هاي واحدة من الأشياء اللي بتفرقنا على المبادرات الثانية اللي موجودة. إضافة إلى إحنا الرسالة تبعتنا وهي تنمية ثقافة الابتكار عندنا بالبلد. يعني الأردن زي ما بنعرف كلياتنا دانا هي بلد الموارد الطبيعية فيها قليلة. فإحنا بالأردن بأمس الحاجة إلى الاستغلال الأمثل لهاي الموارد. فالابتكار بيجي مشان نضمن الاستغلال الأمثل لهاي الموارد القليلة. هاي هي رسالتنا، وهذا هو الإشي اللي بنغرسه بجيل الشباب. يعني أنتوا فكرة الابتكار عندكم مرتبطة بالأرض، مرتبطة مرتبطة بموارد الأردن، مرتبطة يعني دانا الابتكار والإشي اللي إحنا بنروج له. إحنا بندعي الشباب إنهم يستغلوا الموارد اللي موجودة في الأردن، بغض النظر هي موارد شو، يعني استغلالها الاستغلال الأمثل، إنه نطلع بأفكار تساهم في رفض الاقتصاد الأردني. أفكار الابتكار عديدة، يعني مثلا بنقدر نستغل الطاقة المتجددة بالأردن. هذا مثال على كيف احنا بنقدر نعمل مشاريع استثماريه بدها موارد قليله، وبنفس الوقت بتخدم البلد، وكمان بتساعد انه جيل الشباب. احنا هدفنا دانا معظم جيل الشباب هلا عندنا بالبلد، لما يجي بدهم يفوتوا يتخرجوا من الجامعه، بيكون هدفهم انهم يعني طموحهم انهم يشتغلوا بالحكومه او شوي عم بياخذوا الامور بكسل. خلينا نحكي مش بكسل، بقدر ما احنا بنحاول نقول لهم انه في خيار ثاني، انك انت تكون صاحب عمل، تبدا مشروعك. اذا مشكلتك ماديه احنا ممكن نساعدك، ما بنعطيك فلوس، بس اذا عندك فكره كويسه بنساعدك انت للالتقاء بفكرتك، ومنساعد بتشبيكك مع حواضن الاعمال الموجوده في البلد. حلو كثير. خالد، انت بتدرب بورشات العمل، يمكن تقدر تعطينا فكره مفصله اكثر عن المحاور، عن أجواء ورشات العمل في هالمبادرة. أوكي. بالنسبة لـ TTI4 Trip to Innovation، خبرتي كمحاضر وكسبيكر وكمدرب بالوركشوب، خبرتي بدأت قبل الوركشوب نفسه بحوالي أسبوعين. كنا نسوي ريهيرسل أسبوعيا أنا والمنظمين. الريهيرسل هاي نفسها عرفتني على ايش هو الاودينس، الشباب اللي راح تكون اتحدث معاهم. فبالاول تاكدنا انه الماده اللي راح اعطيها مناسبه جدا لوضع الشباب. هلا الباك جراوند، انا ككوني انا بزنس ولايف كوتش، وكان موضوعي على الجندر انتليجنت بالتي تي اي، وهي شغله جديده للشباب بتساعدهم بالتعامل بعد ما يتخرجوا بالبزنس. لأنه كشاب كمبتكر في فرص، بده يروح يحاول ياخذ مثلا قرض لتمويل عمله، بعد ذلك في طريقة سيلز وماركتينج لشغله للبزنس تبعه. فهاي الشغلات عملنا عليها ريهيرسل، ولما اتفقنا على المادة نفسها طريقة الشرح جوا التي تي اي جوا الوركشوب
هو الوركشوب انا كان مصمم لي ساعه اخر ساعه بس اجيت معاهم الساعه 9 الصبح هاي اجتني فرصه اني اقعد مع الشباب واللي بالجامعه هاي اخر ساعه تحدي يعني بيكون الواحد خلص تعبان كثير يعني حبيتها اعطتني وقت يعني قضيت معهم 11 ساعه بس احكي معهم اعرف ايش هن خلفياتهم وايش بقدر اساعدهم بالتوك تبعي بالنسبه للاكسبيرينس از ا بزنس ولايف كوتش وتعرفوا علي وتعرفت عليهم فلما اجى دوري بالحديث كانت فن يعني لما تروح على وركشوب تقعدي بيجيكي محاضر بتسمعي له واتس اوكي بس لما تطلعي ما فيش شيء شيء تذكريها لا صح احنا كانت مور فن كان في ساوند افكت الكوادر الموجوده اللي ساعدتني كمحاضر كمدرب كثير ساعدتني بتوصيل رسالتي للشباب وللشابات واول مره اي ثينك هون بعمان بنحكي على الجندر انتليجنت للبزنس بين الشباب والشابات كيف تعاملهم بالحياه بالبزنس بالسيلز بالماركتينج فكان موضوع شيق تو ستارت وذ بس مع شويه ساوند افكتس ولما كنت احكي كنت بيناتهم ماسك الميكروفون وقاعد معاهم وبسالهم ارائهم فكانوا هن مشاركين مش بس مستمعين صح. مشاركين متفاعلين فكانت قد ما كانت اكسبيرينس حلوه لهم كانت اكسبيرينس حلوه لي تعرفت على شريحة من مجتمعنا إيش ممكن هلأ إحنا للمجتمع اللي إحنا فيه كيف ممكن تساعد مجتمعاتنا زي ما أجانا الدور من زمان وحدا ساعدنا ببداية حياتنا حلو سوزان أنت من المشاركين في المبادرة جيتي من العقبة لعمان لتشاركي فيها أول شيء كيف سمعتي عنها وشو اللي خلاكي يعني تروحي هالمشوار وتبحثي عن الابتكار سمعت عنها عن طريق السوشيال نتوركينج هلا يعني بجزء اغلب الشباب والبنات دائما اذا بسمع عن شيء بيكون على الانترنت صح شو اللي خلاني اجي ومزبوط مشوار طويل من العقبه فيعني انا لحالي اي هاد تو ايفالويت التي تي اي نفسه انه بدي اعطيه تقديره دخلت على الابلكيشن اللي عندهم فكان في الاسئله نفسها يعني بتحتاج لنوع من انه حدا يكون نوعاً ما كرياتيف أو إنوفيتيف يعني عنده واحد عنده ابتكار أو إبداع أوكي فمن نفس الأسئلة بالأبليكيشن عرفت إنه يعني زي إنه بيختاروا بيختاروا ناس معينين لإلها تاني إشي إنه دخلت طلعت على الصور وكيف كان يعني البيئة بشكل عام عندهم اللي حبيته كتير إنه أول شيء بتكون تريبس برا يعني بختاروا فينيو انه يكون بالهواء الطلق اها حلو ثاني ايش رحنا هناك انه عادي بين باجز بتقعدي على الارض السبيكرز اللي اجوا يعني حتى الوزير بس اجى كان كثير كاجوال جينز تي شيرت وحكى معنا يعني واحد لواحد مش ما يعني ما بتحسي في كان فرق بينه وبينه فيعني من هالموضوع انه خلاني يعني اكتشف انه ما بدك شيء كثير لحتى بساطة بالضبط يعني ممكن يكون عندك إشي قليل تعمل منه إشي كبير صح هذا هو فكرة الـ trip to innovation يعني إحنا بالأردن بس دا علق على resources اللي حكاها بلال يعني بجوز إحنا ما عنا نفط ولا عنا ما بعرف يعني بقى resources زي دول تانية بس إحنا الـ resources اللي عنا المصادر يعني هي بتيجي من الشباب نفسها صح موارد بشرية أكثر إحنا عنا كل شيء موفر مزبوط. بس لازم نحرك حالنا مزبوط دعنا انا بدي اكمل على اللي حكته زميلتي انه احنا كمان الشيء المهم بيميزنا برحله للابتكار انه احنا مش بس ورشه عمل بتنتهي علاقتنا كمنظمين مع المشاركين بانتهاء ورشه العمل احنا برنامج متكامل يعني احنا بناخذ الناس اللي عندهم افكار رياديه ندعمهم وبنخليهم كمان بنساعدهم to commercialize الأفكار تبعتهم إنهم يختبروا مدى ربحيتها لهاي الأفكار الناس اللي منحس إنه عندهم أفكار جاهزة أو ارتقوا بأفكارهم ليوصلوا لمرحلة خطة عمل جاهزة للتنفيذ منساعد بالربط بينهم وبين حواضن أعمال موجودة بالمملكة حلو. إحنا برحلة الابتكار كمؤسسة في اتفاقيات بيننا وبين حواضن أعمال منتشرة بجميع أنحاء المملكة فالشباب اللي بيشاركوا معنا وبيكون عندهم أفكار ريادية منساعدهم
انهم يحتضنوا بهاي حواضن الاعمال ويطبقوا وينشئوا شركاتهم الخاصه. فاحنا بنكمل الحلقه كامله يعني احنا بس مش ورشه عمل بتحضر معنا بصير في بالك افكار كثيره بدك تطبقها وبنتركك، لا احنا كمان بنساعدك انه تكمل معنا. يعني حتى المتحدثين اللي بيكونوا موجودين معنا زي خالد شرف وغيرهم برضه هدول الناس بيكونوا مشكورين متبرعين للمجتمع تبعنا وللشباب المشاركين معنا بساعات من وقتهم الخاص بيعملوا لهم كوتشنج، بيعملوا لهم اشراف، يعني اي حدا من اللي شارك معنا ممكن يروح يقعد مع خالد يساله بالمواضيع اللي خالد طرحها، خالد بيساعده انه يبلش بالبزنس تبعه. فاحنا بنحاول نكمل السايكل كامله حاليا لانه احنا جداد لسه ومواردنا محدوده كمبادره، بنحاول نشبك هدول الناس مع مؤسسات وطنيه ثانيه، بس ان شاء الله لقدام واحد من اهم اهدافنا برحله للابتكار انه يكون عندنا حاضنه اعمال خاصه فينا إن شاء الله. بحيث انه الشباب اللي بيشاركوا معنا وعندهم افكار رياديه نقدر احنا نفسنا نحتضنهم. طب لما نحكي عن الدعم، يعني احنا بنحكي عن مشاريع، الدعم بيكون شخصي من شركات خاصه، كيف بيكون؟ هلا حاليا احنا الدعم نوعين، بيكون في دعم مادي ودعم معنوي. الدعم المعنوي اللي هو اللي احنا بنقدمه من خلال التدريب وورشات العمل الموجوده عندنا، عشان بنعطي احنا نعطيهم التدريب اللازم للناس، كيف تبلش شغلك، كيف تحمي فكرتك، كيف تسجلها مثلا مؤسسات الدولة، وين تبلش، شو أنواع تسجيل الشركات. هذا الدعم إحنا نعطي هاي الأدوات للمشاركين. هلا الدعم المادي حاليا إحنا بنحاول نشبك بين هدول الشباب اللي عندهم أفكار ريادية مع حواضن الأعمال ومجموعة مستثمرين موجودين في البلد، موقعين إحنا معهم اتفاقيات. فالناس مثلا زي سوزان هلا بلشت مشروعها اللي حكت لنا عنه وبلشت تعمل له خطة عمل لقدام شوي، إذا حسينا إنها جاهزة ممكن إحنا نقدمها لمستثمرين أو لحواضن أعمال موجودة في الأردن، وإذا هي كان عندها الجلد والإصرار إنها تكمل بتقدر تكمل معهم وتفتح مشروعها. ويمكن السنة الجاية تستضيفوها وهي صاحبة شركة. لازم إن شاء الله. ما في إشي بعيد أكيد. خالد، هلأ كل شاب يحضرنا في البيت شوي مقيد بالأفكار السلبية عن النجاح، عن المستقبل، سواء هو بدرس بعد الدراسة شو بده يعمل، شو بتوجه له هيك رسالة بسيطة؟ رسالة بسيطة إنه هاي الأفكار السلبية بسموها limiting beliefs بمشاريع زي trip to innovation بنفرجيهم كيف يتحول مرحلة الليميتنج بليف لمرحلة إنه بقدر أعمل هيك. حلو. عن طريق أمثلة حية، يعني examples إنها صارت. وهذا إحدى الشغلات اللي أنا شخصيا برضو ضمن التدريب تبعي كان إنه كيف زي بتقول بنحطهم أول الطريق وبعدين بدهم دعم وتوجيه مشان يوصلوا للخطوة اللي هن بدهم إياها. فرسالة بسيطة إنه الأفكار السلبية هاي ممكن تتغير بسهولة إذا شافوا كيف ممكن تصير حالتك لما تكون ناجح في عملك مهما كان صغير. 100% ابتكارك. بدي أشكرك أكيد خالد شرف، بلال رسلان، وسوزان طوال، شكرا لحضوركم موفقين. شكرا. كملين معكم في دنيا يا دنيا ميس، راح تلاقيكم بعد الفاصل وفقرة عن تصميم الأزياء.